اوعى في لحظة تكون خيبان وبسبب الظن تخوض في كلام في انسان طبعا مثلك. كل واحد عنده مشاكله او ماشي بفكر وده وضعه او دي عاداته اللي في اصله. ما تخليش الظن يقودك لكلام خايب مهما كان. عيب عليك تكون انسان وبوهمك تمشي في اي كلام، وعيب عليك برضو تكون ماشي ورا حد بيرمي ظنون وانت بخبتك ماشي وراه وتقول حق كلام موزون. عايزك تصحى بجد شوية، الانسان قيمة في الدنيا مش حيوان ماشي في غابة وبياكل لحم ضعيف وخلاص. عايز نصحى بجد شوية، الظن بعده ظلم يا ناس. وبكده علمنا الحق العادل اللي خلق كل الناس.